باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. المره اللي فاتت بنعمه ربنا خلصنا الجزء الخاص بالباب الضيق والباب الواسع، وده كان الجزء رقم 8 من الاجزاء بتاعه الموعظه على الجبل اللي احنا بندرسها بنعمه ربنا. النهارده ندرس الجزء التاسع، والجزء التاسع حاطين له عنوان الشجره والثمره. الشجره والثمره بنقرا فيها بدءا من العدد 15 والاصحاح السابع من انجيل معلمنا يوحنا متى اسف. وزي ما احنا عارفين انه اشترك مع معلمنا متى في اجزاء من الموعظة على الجبل، اشترك معلمنا لوقا البشير. بيقول الكتاب احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خطفة، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا؟ في الحته دي الايه 16 من متى 7 اشترك معاه معلمنا لوقا في لوقا 6 وقال ايه؟ لان كل شجره تعرف من ثمرها، فانهم لا يجتنون من الشوك تينا ولا من العليق ايه؟ عنبا. بعدين متى بيكمل لوحده ويقول لأن كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. بعد كده اشترك معاه في الحتة دي برضو معلمنا لوقا في الآية 43، لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة، كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإنه أو فإذا من ثمارهم تعرفونهم. يبقى هنا معلمنا متى بيكرر مرتين العبارة دي، من ثمارهم تعرفونهم، ولما يكررها مرتين معناها أنها خطيرة خطيرة. موضوع الثمر قصاد ربنا موضوع خطير محدش يقدر يتجاهله وهو في مسيرته الروحية. معلمنا لوقا ختم الكلام ده بعبارة واضحة جدا، أن الإنسان الصالح من كنزه الصالح في قلبه يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فأنه من فضلة القلب يتكلم فمه، والسبح لله دائما أبديا أمين. الموضوع واضح خالص في هذا الأمر، إن ربنا بيحذر من البداية من الأنبياء الكذب، يحترزوا من الأنبياء الكذب. فكرة الأنبياء الكذبة فكرة مشهورة في تاريخ شعب إسرائيل. يعني لما نقرأ تاريخ هذا الشعب بدءا من انقسام المملكة في زمن رحبعام ابن سليمان، بنلاقي انه تفشى في الشعب دائين غاية في الخطورة. الحاجة الاولانية عبادة الاوثان اللي دخلت مع انقسام المملكة، وبدأها يربعام لما عمل هيكل مماثل هيكل اورشليم في السامرة، وبعد كده عمل عجل ورجع تاني عمل عجل تاني فوق في دان. يعني بدأت بكده. والداء الآخر، وداء بقى داء أصعب، هو وجود أنبياء كذبة في الشعب. لأنه الداء الأولاني عبادة الأوثان ده تايتل أو عنوان واضح إن هو غلط، عبادة الأوثان، وفي وصية واضحة صريحة بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمام، وربنا حذر من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، شافوها في مصر وعارفين إن عبادة الأوثان خطأ. فده الأخف، مع إنه طبعا هو الإيه وحش، ده كفر بربنا زي ما بيقولوا، لكنه واضح.
سهولة التعامل معاه أنه إيه؟ أنه واضح. لكن خطورة النبي الكاذب أنه يأتي في ثياب الحملان وهو ذئب خاص. ده خطورة النبي الكاذب. كان يقف قصاد الملوك، يقف قصاد الملوك نبي حقيقي ونبي كاذب، ومن النبي الحقيقي يقول نبوة أو يتكلم أو يقول توجيه للملك، يروح النبي الكاذب يخبطه على فمه ويقول له من أين عبر روح الله مني إليك. يعني حاجة كانت فيها نوع من أنواع الجراءة على روح الله والكذب بشكل يعني خطير. طبعا عدو الخير إبليس هو اللي كان ورا ده وورا ده، هو اللي علم الشعوب عبادة الأوثان، وبعدين لما لقى الشعوب متمسكة بالأنبياء الحقيقيين فابتدى يعمل إيه؟ يزق في وسطيهم أنبياء كذبة. فربنا بيقول احترزوا من الأنبياء الكذب. فشعب إسرائيل عندهم يعني في تاريخهم هذا الأمر خطير جدا. عشان ما طولش عليكم، لما درسنا سفر أرمية ودي كانت واضحة فيه جدا موضوع الأنبياء الكذبة، يعني مثلا بيقول سفر أرمية في شاهد كده من الشواهد أجيبه لكم، يقول كده أنهم يشفون كسر شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام. الكلام ده في أرمية 8:11. يعني ايه؟ يعني يشفون كسر شعب، الشعب بيحتاج مشورة، يحتاج ارشاد، يحتاج تعليم، الشعب مكسور، الشعب مجروح، الشعب تعبان. فيروحوا هم يعملوا ايه؟ يدوا وعود كاذبة، كأنه بيجيب كسر، واحد دراعه كسر ورجله كسرت، يروح مجبسها له على ايه؟ على التواء، ما يزبطش العظمتين جنب بعض، يروح عامل كده اي كلام. هو نبي كاذب، ما هيجيب منين طب حقيقي؟ هيجيب منين علاج حقيقي؟ هيجيب منين ارشاد حقيقي من نور حقيقي من ربنا؟ فدول يشفون كسر شعبي على عثم، عثم يعني على التواء، على عدم ضبط يعني. قائلين ايه؟ سلام سلام ولا سلام، اخرج يا ملك هتحارب هتنتصر، يخرج يتغلب. ما هي نبوة كاذبة. ربنا يقول ما تحاربش، يقول له لا اخرج حارب. ربنا قال في أرمية بالذات سلموا لملك بابل إرادتي انكم تروحوا بابل، الانبياء كذا بيقولوا لا، امين قال، وهم يضربوا أرمية ويحبسوا أرمية وكده، وفي الاخر يطلع كلام ربنا هو اللي صح، انه أرمية قال ولازم كلام ربنا يمشي. فهنا ربنا بيحذر من الانبياء الكذبة. انبياء الكذبة اللي يقول لك يأتونكم في ثياب الحملان، يعني ييجوا في وداعة الحملان، يعني يتوددوا للناس، يقولوا الكلام الطيب اللي ما يزعلش الناس، مع انه ممكن يكون المطلوب ارشاد في شدة شوية، مش كده؟ مش المثل بيقول اللي بيضحكك بيضحك عليك واللي بيبكيك بيبكي عليك؟ يعني اذا النبي ده لازم يعلن ارادة الله كما هي، يعلن إرادة الله كما هي. هنخرج من فكرة الأنبياء الكذبة إلى المعلمين كمان الكذبة. يعني في ناس تحب تسمع الكلام الحلو اللي يدغدغ مشاعرها ويخليه ما يتنكدش، مع أنه مطلوب أنه يسمع كلمة توبه، مش كده؟ يبقى إذن هي القصة كلها أنك واخد منين عشان تدي إرشاد حقيقي؟ لابد تكون واخد من ربنا وتعلن إرادة ربنا. يعني أنت بتسلم ربنا لسانك بس، اللي يحط ربنا على لسانك أنت تتكلمه. العجيب أحبائي أنه واحد زي بلعام قال القاعدة دي، قاعدة النبي الحقيقي، لما راح له بلاق يقول له إلعن هذا الشعب، فرد عليه قال له أو للرسل قال له ولو أعطاني بلاق ملء بيته فضة لا يمكن أن أتجاوز قط كلام الرب. شوف العبارة عاملة ازاي، ده كلام نبي حقيقي، مع أنه كان وثني يعني، بس يعرف قيمة يهوى. لكن للأسف بيتعامل مع يهوى كأنه أعظم الآلهة يعني، هو إله عظيم وفي آلهة أخرى يعني،
بس يهوى ده إله عظيم أو أعظم الآلهة، فما ينفعش إن أنا أتجاوز قط كلامه لو حتى بلاق الملك أعطاني ملء بيته فضل. بس بعد كده بنلاقيه عمل غواية شريرة وضاع بلعام وأصبح نبي برضو إيه من الأنبياء الكذبة، مع إنه قال بلسانه كيف يكون نبيا حقيقيا أو نبيا صالحا. فهنا الأنبياء الكذبة دول ربنا بيحذر لينا منهم، يأتون في ثياب حملان وهم ذئاب خاطف. بولس الرسول في خطابه لكنيسة أفسس لقصوص أفسس لما جابهم وجمعهم وقال لهم احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية، الكلام ده في سفر أعمال الرسل اصحاح 20، احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية العدد 28 التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. يعني بيحذرهم من انه هيحصل عندكم ناس كذبة، ناس كذبة حتى في العهد الجديد، حتى في العهد الجديد ذئاب خاطف. الدسقلية قالت عشان برضو نبقى فاهمين القصة، في الكنيسة الاولى كان مفهوم يعني الموضوع ده معروف، والدسقلية في الفصل 11 والفصل 12 ذكرت هذا الكلام بتحذر الناس من الناس اللي بيتجولوا ويخشوا البيوت ويدعون انهم انبياء من عند ربنا يسوع المسيح. فكانت الدسقلية تقول، ربما مش النصوص تحديدا يعني بس ده معناها، يعني تقول كده مثلا النبي الحقيقي اللي هم بيتجول لما يخش يخبط على باب حد يقول لك النبي الحقيقي يمكث يوما او يومين عند الضرورة، إذا مكث 3 أيام فهو نبي كاذب. ما هو هي رسالة أنت بتقولها، الرسالة دي مش محتاجة أنك أنت إيه تخش تعيش مع الناس، يعني ما ينفعش أنت قول اللي عندك. أول يوم هنقول، تاني يوم خلاص أكدت الرسالة، تقعد تالت يوم ليه؟ بيبقى هنا دخل وعجبه الحال وقعد وريح، ولأن في انحراف فبيبتدي إيه يستحلى، يستحلى القعدة ويستحلى الايه انه يبقى قاعد. وطبعا البيت فيه ستات وفيه بنات وفيه 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 حاجات كتيرة بتبقى ما هياش لطيفة، يتخاف قوي قوي من انه يكون نبي كاذب. تقول كمان الدسقلية ينبغي ان لا يطلب شيئا الا الخبز، فان طلب مالا فهو كاذب، لأن ربنا وعد وقال ما تاخدوش معاكم ذهبا ولا نحاسا في مناطقك، ما تشيلش هنا ايه عملة معاك، لا انت روح كده واللي بعتك هيتكفل بيك، الفاعل مستحق اجراته، ما تخافش هتاكل لقمتك، ما تخافش اجرتك عندي انا. وكمان برضه يقول كده من شخصيته يمكنكم أن تعرفوا إذا ما كان نبيا صحيحا أم كاذبا فاحترزوا منه، لأن ربنا يسوع المسيح قال احترزوا من الأنبياء الكذب. يعني تشوف كلامه، تشوف طريقته، تشوف نظراته، هتقدر تميز وتفرز ده إذا كان نبي كاذب ولا لا. احترزوا من الأنبياء الكذب، يأتونكم في ثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. ربنا استعار من الرعاية فكرة الايه الرداء ده بتاع الانبياء. اولا الرداء ده لو رجعنا الى قصة ايليا هنلاحظ انه كان يلبس رداء ومعمول من جلود الغنم، يعني كان مشهور انه الانبياء يلبسوا ايه، يلبسوا الرداء او الثوب من جلد الغنم، لأنه الراعي كان يجيب الفروة بتاعت الغنمة
ويروح عامل لنفسه رداء يخلي الصوف من جوه والجلد ايه والجلد من بره عشان يتدفى عشان يتدفى. فيقول لك ده هيجي لابس ده التشبيه اللي استعاره ربنا، هيجي لابس زي ما ايليا كان بيلبس وزي ما الانبياء كانوا بيلبسوا وزي ما الرعاه بيلبسوا. يعني هيجي بلغه الرعاه بمظهر الرعاه بلسان الرعاه، يعني كانه ايه كانه نبي حقيقي، كان في لسانه كلام ربنا، كانه يحمل اراده ربنا، كله كانه 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 كان، بس هو مش حقيقي. خد بالك هيبقى من جوه ايه ذئاب خاطف. والذئاب الخاطفة قال عنها ربنا يسوع في يوحنا 10 في مثل الراعي الصالح او الراعي والخراف، قال ان الذئب يأتي يعمل ايه؟ ليخطف ويذبح ويهلك. واخدين بالكم؟ وكلام كتير يتقال على الذئاب لما تبقى داخل الرعي، تبقى داخل الرعي. فنحترس من الانبياء الكذبة. يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خطف. فربنا قال كده من ثمارهم تعرفونهم. دي حتة مهمة، وهي تأثير كلام النبي أو تأثير كلام المعلم. لازم نعرف الثمر. وربنا هنا بيلمح على الثمر. يا ترى الثمر بتاع النبي ده هل أظهر صفات يسوع كما هي؟ هل أظهر صفات يسوع كما هي؟ هل أثمر توبة في حياة الناس؟ تعليمه هل أثمر توبة في حياة الناس؟ هل ربط الناس بالله الذي يحبهم؟ هل أعلن بالحقيقة إرادة الله اللي هي محبة ورغبة في خلاص كل الناس؟ هل أعطى للناس رؤية متكاملة عن صفات الله؟ أم ركز على صفات المحبة والرحمة والشفقة والرأفة وتجاهل مهابة الله ومخافة الله وكون الله الديان العادل؟ من ثمارهم تعرفونهم، الناس اتعلمت منه إيه؟ هل ربط الناس بربنا أم ربط الناس بشخصه؟ هل استغل الخدمة لربح قبيح زي ما بيقول معلمنا بطرس عن الرعاة؟ استغل الخدمة لربح قبيح. هل عرف الناس طريق ربنا واختفى هو والناس عرفت طريق ربنا؟ طبعا نموذج رائع للنبي الحقيقي يوحنا المعمدان لما كان يقول أنا لست إلا إيه صديق العريس، يقف من بعيد ويفرح، الذي له العروس فهو العريس، ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. نبي حقيقي، نبي حقيقي. عشان كده نقول عن يوحنا المعمدان في صلاة الحميم واحنا بنبارك على الطفل المعمد حديثا، اسف المولود حديثا في اليوم الثامن، نقول له كده زي ما انعمت على زكريا واليصابات بيوحنا النبي الامين، نبي. ليه؟ لانه تماما تماما ايقونه للنبي او رسول اتى يحمل رساله محدده واكملها تماما، اكملها تماما، لدرجة انه شاور مرتين على المسيح ويقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم او الذي يرفع خطية العالم. فنبي حقيقي. يبقى هنا من ثمارهم ايه تعرفوهم، يعني النفوس بتخلص بكلامهم ولا لا، بتخلص بكراجتهم ولا لا، المؤمنين بيتعزوا بتعليمهم ولا لا، بيتوبوا ولا لا، بيتغيروا ولا لا، بيتعلموا الفضيلة ولا لا. ده الثمر. والكلام بقى ده يتقال على الأنبياء وعلى المعلمين وعلى الخدام وعلى أي حد بيوصل لك كلمة. وده يخلينا أحبائي ما نجريش ورا أي تعليم جديد، يعني أخد بالي في واحد يملى دماغك بس فلسفة
يملى عقلك بس فلسفة لكن ما يعلمكش الحياة ازاي تكون. في واحد يوصف لك الطريق لكن ما يعلمكش ازاي تمشي في الطريق. في واحد يكلمك عن ربنا بس ما يعلمكش ازاي تعرف انت شخصيا ربنا. يوصف لك أكلة لذيذة جدا 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 لكن لا هو دقها ولا يخليك انت كمان تدقها. يبقى ازاي ده يكون نبي؟ ازاي يكون نبي حقيقي؟ النبي الحقيقي يأخذك الى الاعماق، ما يخليكش تلهو في سطحية العلاقة مع ربنا، ياخدك جوه ياخدك جوه. يعني كل معرفة يعرفها عن ربنا لازم يدوقها لك، مش يعمل زي ما حكى حزقيال ويقول كده في السفر بتاعه: انتم شربتم من المياه العميقة وتركتم الرعية تشرب من كدر أرجلكم. يعني وقفوا في المية شربوا المية العميقة وراحوا معكرين المية، قالوا الرعية تعالوا ايه، تعالوا انتوا اشربوا. يعني خدتوا المعرفة الحقيقية وبسبب انحرافاتكم خليتوا الناس تشرب ايه، تشرب من دوس أرجلكم أو من إيه؟ أو من كدر أرجلكم. عنهم قال معلمنا بولس الرسول عبارة خطيرة جدا في رؤيا في رومية 16-18. رومية 16-18 يقول كده بولس الرسول لأهل رومية عن أناس يقول لك بالكلام الطيب لأن مثل هؤلاء. يقول نقرأ 17: أطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه واعرضوا عنهم. بيعملوا إيه دول يا بولس؟ يقول مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح، بل بطونهم وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. يلعبوا على مين؟ يلعبوا على الناس البسطة، ناس البسطة، ناس السلماء اللي هم بيفرحوا بأي كلمة عن ربنا. ده يجي بقى ايه، يلعب عليه ويضحك عليه. عشان كده الناس زي شهود يهوى كانوا يخشوا على الحتة دي، وجماعة الأدفنتست الاثنين دول مش مسيحيين، يخشوا على الناس البسطة في القرى وفي الحتة دي، يضحكوا عليهم بهدية بأكلة بأي حاجة بعلاج، يضحكوا عليهم بصلاة يتهزوا فيها قوي والناس واحد يحس ان هو ترجى كده مع اللي بيقولوه، يتذكر ان ده نبي حقيقي او انه معلم حقيقي، وفي الاخر يكتشف انه ذئب خاص. لا، دول مش أنبياء حقيقيين نعمل معروف، لأن دول يخدعون قلوب السلماء، يخدعون قلوب السلماء. عن الثمر بقى، لما قال ربنا من ثمارهم تعرفونهم، بنفتكر كده كلام إشعياء النبي في إشعياء 5 عن الكرم، لما بيقول: ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ ونقول عبارة جميلة قريتها في كتاب، يقول كده: يا ويل للكرم الذي لا يعطي ثمرا جيدا. زي ما قال ربنا هنا في متى ان كل شجرة جيدة بتعمل ايه؟ تصنع اثمارا جيدة، ولكن الشجرة الردية تصنع اثمارا ردية وتقطع وتلقى في النار. هل يجتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا؟ الشوك عنب، والحسك نوع من النباتات برضو زي العليقة كده، زي اللي فيها برضو شوك بس شوية ايه، يعني مش زي الشوك اللي هو بيشوك يعني. فيقولوا في فلسطين كان في نوع من الشوك بيعطي ثمر عبارة عن حبوب سوداء صغيرة، الناظر إليها من بعيد يظنها عنبا. العنب في فلسطين العنب اللي هو النبيت الغامق ده، فاللي يشوفه من بعيد يقول إيه؟ يقول إن ده عنب، ولكنه في الحقيقة مش عنب.
ما تقربش ناحية شجر الشوك، لأن مش هتطلع عنب، هتطلع البتاع الصغير، ما ينفعش. ويقول لك برضو إنه الحسك أو العليق بتبقى له زهرة يبدو للناظر من بعيد أنها ثمار تين، برضو يطلع هي في الآخر إيه، ما هياش تين. فربنا بيحكي حاجة من الواقع، جاب ثياب الحملان وسلوك الذئاب الخاطفة من حياة الرعاة، وجاب ثمار الشوك وثمار التين من حياة الزراع الفلاحين عشان يقول لهم ما تتخدعوش، لأنه الشوك ده مش هيطلع عنب، والحشك ده مش هيطلع تين. النبي الكاذب احترز منه، ما تاخدش منه حاجة، مش هتاخد منه حاجة، لأنه نبي ايه؟ نبي كاذب. العبارات الجميلة اللي جت في سفر أرمية عن هؤلاء الأنبياء، أرمية أرمية 23 في العدد 21 عشان نعرف برضو الحتة دي، يقول لك لم أرسل الأنبياء، لم أرسل الأنبياء بل هم جاروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا، ولو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أعمالهم. أدي الثمر، أدي الثمر. لو نبي حقيقي يقف قصاد ربنا يتسلم من الله الرسالة، ولما يوضح الرسالة ايه اللي يحصل في حياة الشعب؟ يقول لك يخبروهم بكلامي ويردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر أفعالهم. ادي الثمر، توبة تدخلك الأبدية. حد بيكلمك على حاجة تاني وعد صدقه، اوعى تصدقه، تيجي تقول لي علمني التوبة، تعملش حاجة تاني، علمني أتوب، علمني أرجع، قل لي ربنا عايز يقول لي ايه في حياتي، عايز يقول لي ايه وانا متضايق، اديني رسالة التعزية، عايز يقول لي ايه وانا يائس، املاني رجاء بوعود ربنا، عايز يقول لي ايه وانا مستهتر مستبيح، قل لي خاف من جهنم ما تطبطبش عليا، وتقول لي هيقبلك هيقبلك هيقبلك. ده واحد مستبيح، هو ملكوت الله كده هندخله كده رخص، كان دم المسيح رخيص عشان اهون الدنيا. طب ازاي يعني اوزنها ازاي؟ ما دي الحكمة اللي ياخذها النبي الحقيقي المنسكب في المخدع امام الله في محضره، يتسلم من الله الرسالة ويوصلها للناس. عشان كده يعلمونا، يعلمونا تعليم أنا مش قادر أنفذه إلا في حدود، يقول كده كل خدمة تدعوك للاجتماع بالناس تزيدك احتياجا للاختلاء بالله. تاني، كل خدمة تدعوك للاجتماع بالناس تزيدك احتياجا للاختلاء بالله. كلم الناس، اترمي قصاد ربنا شوية، ليه؟ خد من ربنا ودي للناس. ساعتها لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديئة وعن شر أعمالهم. ألعلي إله من قريب يقول الرب ولست إلها من بعيد، ألست أنا إلها قريبا؟ أنا مش بعيد يا جماعة، خد مني. بس عشان أنت عايز تتحرك من نفسك، عشان أنت ما عندكش يعني الرغبة أن تكون نبيا حقيقيا، فأنت إيه بتاخد، إيه بتاخد من إيه؟ من ذاتك. عشان كده يقول تحت ربنا برضو في العدد 20، العدد 30 آسف، لذلك هأنذا على الأنبياء يقول الرب الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض. يشوف أرمية بيقول ايه يروح رايح، قال الرب، يا عم هو ربنا قالك انت قول كده؟ يسرقون كلمتي من ايه؟ من بعض. هأنذا على الأنبياء
يقول الرب الذين يأخذون لسانهم ويقولون قال الرب، هأنذا على الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة. واحد يقول لك انا حلمت لك حلم، ده انت هتعمل، اوعى تصدق، اوعى تصدق، اصل دي مشهوره عند 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 الطوائف. انت قلت انا حلمت لك حته حلم، وتلاقي البنت قد كده وتقول لك حلمت لك حلم، ده انت هيجي لك وهيعمل لك، بتقرا حضرتك الفنجان يعني هتجي لك. ودول انبياء كذبه برضو على فكره، الفنجان والبخت كل دول انبياء كذبه، اوعوا تصدقوهم، اوعوا تصدقوهم. والعجيب ان احنا فينا ناس بسطة، ده في ناس بيتداولوا ارقام تليفونات، يقول لك اتصلي بس بفلان، اتصلي بفلان الشيخ فلان ولا المقدس فلان ولا المقدسة، ما حلمتليش حلم النهاردة، يقول لك صدقوني بيحصل وبنتقبل اعترافات بهذا. ده مش مسرحية حلمك يا سعلان بتاع زمان، ده بيحصل. واليومين دول تتصل يقول لها ايوه انت بيحصل لك كذا كذا كذا، وشفت وانا شفت لك. طب اقول لك حاجه، نصوم مع بعض 3 ايام وشوف الحلم بتاع 3 يوم ايه، وثالث يوم تتصل بيها الحلم اخباره ايه، لسه ربنا ما بعتش حاجه يا اختي، كلميني مش عارف ايه. التهريج ده، ايه التهريج ده، ايه الضياع اللي فيه شعب ربنا لو راح للسكه دي. الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة يقول الرب، الذين يقصونها ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخراتهم. طبعا ما هي اتصالات بقى عمالة تيجي بقى وفرحانة بقى باللي حاصل. وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب، ما عملوش حاجة. وإذا سألك هذا الشعب أو نبي أو كاهن قائلا ما وحي الرب، فقل لهم أي وحي، أنا أرفضكم، هو قول الرب. دي رسالة بتاعت أرمية، أنا أرفضكم، هو قول الرب، صدقوا ما تصدقوش، هو ده قول الرب، تقبلوني ما تقبلونيش، ترفضوني تقبلوني، تضربوني تحبسوني، هو قول الرب، لا يمكنني أن أتجاوز قول الرب. عشان كده ساعات ناس يقول لك أبونا فلان ده ما تروحلوش يا أخي إلا لما يديك على دماغك. طب ما أنت لو تشتغل تاخد على دماغك، تاخد على دماغك. لأنك أبونا فلان ده طيب، هي الطيبة إيه مقياسها عندك؟ ايه مقياس الطيبة عندك؟ وايه مقياس الشدة عندك؟ ممكن انت محتاج شدة، يمكن لو رحت مضغوط يمكن تلاقي ابونا اللي بتقول عليه شديد ده يطبطب عليك، يعني يقول لك كلمة حلوة ويريح قلبك ويطمنك ويملك رجاء. القصة هي دي، من ثمارهم تعرفونهم، اعملوا معروف، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا او من الحشك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة. يعني بين خالص القصة، من ثمارهم، ربنا عمال إيه يوضح حالنا يعني. أما الشجرة الردية فتصنع أثمارا إيه ردية. ما عرفناش عن حد علم غلط طلع أولاده صح، ما سمعناش للأسف الشديد، لأن كل واحد زي ما احنا عارفين عمل كل واحد النار هتبينه، زي ما قال الكتاب في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث، عمل كل واحد هيبينه اليوم اللي ربنا هيمتحن عمل كل واحد بالنار، يقول لك شوف أنت بتبني إيه على الأساس. المسيح هو اللي أنت بتبني إيه، بتبني ذهبا فضة حجارة كريمة أم خشبا عشبا قشا. النبي الزائف أو المعلم الكاذب يبني خشبا عشبا قشا، المعلم الحقيقي يبني ذهبا فضة حجارة. تعالوا ندخل الاثنين في النار، الخشب والعشب والقش بيروح، أما الذهب والفضة والحجارة الكليمة فتنجلي تبان أكتر. هذه بقى الايه
ادي الاختبار اللي لازم كلنا نمشي فيه. من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية. ليه؟ لا يتجاوز الشجرة الجيدة، لا تتجاوز قول الرب. ما ينفعش أسمعك اللي أنت عايز تسمعه. لا، أنا أقول لك اللي ربنا عايز يقوله لك حتى لو زعلت مني. ولا شجرة ردية تصنع أثمارا جيدة، ما ينفعش. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، وده عقاب الأنبياء الكذبة، تقطع وتلقى في النار. فإذا من ثمارهم تعرف. أكد تاني ربنا إيه الحكاية. بعد كده معلمنا لوقا بيكمل معانا ويقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه يخرج الشر، فأنه من فضلة القلب يتكلم فمه أو يتكلم اللسان. طبعا معلمنا متى يعني جاب برضو حتة الإنسان الصالح دي برضو ذكرها يعني، لكن هنا معناها جميل قوي، معناها جميل قوي. ايه اللي جوه هذا المعلم وايه اللي جوه هذا النبي الكاذب؟ الكنز اللي جوه شكله ايه؟ لما ذكرها معلم متى وهنجيلها بعد كده كان يقصد بيعلم كل الناس، بس هنا في السياق بتاع معلمنا لوقا بيتكلم على الانبياء الكذبه، بيتكلم على الكنز اللي موجود جوه هذا النبي الكاذب. اذا كان نبي حقيقه يطلع صلاح في الرعايه، اذا كان نبي كاذب يطلع فساد في الرعايه. فكره الكنز دي فكره جميله قوي. لو تفتكروا بنقول ايه عن الروح القدس في صلاه الساعه الثالثه؟ بنقول عنه كده: ايها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، تفضل وحل فيه. شوفوا بقى هنا اربطوا بين الروح القدس كنز الصالحات وبين قلب صالح جواه كنز ايه؟ صالح. يبقى ايه اللي جواك؟ الروح القدس، كنز الصلاح كله، كنز الصالحات كلها. أثار الحكاية مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالروح القدس الذي يملأ الأنبياء الحقيقيين ويملأ الرعاة الحقيقيين والخدام الحقيقيين، فيجعل من قلوبهم كنزا صالحا لا يخرج إلا الصلاح، لا يخرج إلا الصلاح. تبقى مفهومة قوي هذه إيه؟ هذه الحكاية. برضو بيكلمنا معلمنا بولس الرسول عن اثنين عملوا معاه مشكلة في تيموساوس الثانية الإصحاح الثاني، تيموساوس الثانية 2 العدد 17. من العدد نقرأ كده من العدد 15 عشان نفهم برضو الحكاية. يقول اجتهد، بولس يكلم تيموساوس، اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق باستقامة. أما الأقوال الباطلة الدنيسة فاجتنبها لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور. شوفوا لغاية اللي فات ده بولس بيوصف تيموساوس كنبي حقيقي أو ككارز حقيقي كمعلم حقيقي جواه كنز صالح. بيعمل إيه؟ أولا بيجتهد، بيقيم نفسه لله، ممدوح من الله، بيشتغل، عنده رجاء لا يخزى مفصلا كلمة الحق، يعني بيشرح كلمة الحق بالاستقامة. اسمعوا في القداس دي، أنا على بياتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام مفصلا كلمة الحق، أو الذين يفصلون معه كلمة الحق بالاستقامة. أما الأقوال الباطلة الدنيسة فاجتنبها. خد بالك بقى من الحاجات الغلط يا تيموساوس، دي بتاعت الناس الإيه؟ الكذبة.
لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. يعني الكلمة طالعة كآكلة مفترسة زي الذئب، مش حملان، دول ذئاب. الذين منهم هيمنايوس وفيليتوس. هيمنايوس ده واحد معناه ترنيمة العرس، وفيليتوس معناه المحب أو المحبوب. اللذان زاغا عن الحق قائلين أن القيامة قد صارت فيقلبان إيمان قوم. يقول القيامة قد صارت فيقلبان إيه؟ إيمان قوم. شو يهوى قالوا كده، حددوا مواعيد كثيرة لمجيء المسيح. قالوا في 1918 وما جاش المسيح. قالوا أصله جه سرا. ويقعدوا كل شوية ايه، عندهم نبية اسمها إيلين هوايت عمالة كانت تطلع في نبوات كثيرة جدا جدا، كلهم تحولوا إلى أنبياء. أدول يقلبان إيمان ايه؟ إيمان قوم. يعني واحد يتنبأ نبوة مش مظبوطة فده يقلب ايه؟ يقلب إيمان، يقلب إيمان الناس. ناخد بالنا من هذا الأمر، اعمله معروف. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشر. الجزء اللي بعد كده بدءا من الآية 21 لغاية الآية 23 ممكن نعتبره بين الجزء العاشر اللي هو بين السمع والعمل، وبين الجزء التاسع بتاع الأنبياء الكذب. أنا هاخده مع موضوع الأنبياء الكذبة وعشان نبقى كملنا فصل كامل من الدراسة. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. هنا ربنا مش بيتكلم بقى على الأنبياء الكذبة، لكن بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على ثمار الأنبياء الكذبة، الثمار الردية، الثمر اللي موجود عندك أنت بقى. من ثمارهم تعرفونهم. فبيتكلم على ناس تأثروا بتعليم ما، فبيقول لهم ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. ممكن نقراها بشكل آخر، من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، ولكن ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. لذلك بأي شكل أنت تقول يا رب يا رب، بأي إيمان، بأي ثقة، بأي تقدم، بأي لسان، بأي حال لقلبك، بأي حال للسانك من جهة الطهارة والاستقامة، بأي صدق مع نفسك يا رب يا رب أقصدها بجد، ولا علموك تقول وخلاص. نيتك وصدقك مع نفسك فعلا بتعتبره ربك وسيدك ومعبودك الحقيقي أم لا؟ أم أنت كاذب في ذلك؟ ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوته. ومال مين يا رب اللي يدخل؟ الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. اللي يفعل إرادة أبي. في تيتوس 1:16 حكاية يفعل إرادة أبي دي جميلة قوي. تيتوس 1:16 يقول ايه؟ اتكلم في 15 عن ناس ضميرهم يعني منحرفة متنجسة، لكن يقول عنهم بقى ايه؟ يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. ده ما عندوش حاجة حلوة، بس بيقول ايه؟
يعترفون بأنهم يعرفون الله. يا رب يا رب، هو يحمل قلبا آخر، مش هو القلب اللي بيقول بصدق يا رب يا رب. مش كده التبعية؟ التبعية لما قال من كل قلبك، كل فكرك، من كل قدرتك، كان يقصد ايه؟ ان الكيان العميق بتاع الانسان هو اللي يكلم ربنا، هو اللي يعرف ربنا. مرة قلت لكم وانت واقف بتصلي، ربنا مش بيحط ودنه على شفايفك، ربنا بيحط ودنه على قلبك، يسمع قلبك بيقول ايه. لان يعني في عتاب قاله في إشعياء، هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. قال لهم مش انا اللي علمتكم الذبايح، مش انا اللي اديت لكم شريعه الاعياد، مش انا اللي طلبت منكم في الطقس اليهودي كذا وكذا وكذا، مش عايز منكم حاجه. لا تعودوا تاتون بتقدمه باطله، وان اكثرتم الصلاه لا استمع اليكم. ايديكم بل انا دما من اراكم ان تدوسوا دوري، اعزلوا شر افعالكم من امام عيني. عمل وحشه ومع هذا بيقدموا ذبايح وبيقولوا له يا رب يا رب. ما ينفعش، ليس كل ما من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. وهنا بقى المسيح، شوف لوقا قالها ازاي بقى في لوقا 6:46، لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم إيه لا تفعلون ما أقوله؟ ما أروع هذه الإشارة. لو حطيت ما أقوله قصاد إرادة أبي، يلا إذا ما يقوله المسيح هو إيه؟ إرادة الآب، يبقى المسيح واحد مع الآب. شوف لما ربطنا الاثنين، واضحة ولا صعبة عليكم دي؟ المسيح جاي يعلن إرادة الآب، اللي قاله إعلان لإرادة الآب، يبقى هو واحد مع الآب في الجوهر. لا يحمل إرادة مخالفة، إذا في وحدانية للإرادة، وحدانية للفكر، وحدانية للعمل بين الأب والابن، يبقى الأب واحد مع الأب في الجوهر. يبقى اللي بيسأل على إرادة الأب يجيبها منين؟ يجيبها منين إرادة الأب؟ من يجيبها منين برضه؟ من اللي قالوا مين؟ بولس ولا المسيح؟ المسيح. بس شوف المسيح قال إيه؟ شوف المسيح علمك بإيه؟ أروع وأكمل إعلان عن الله هو المسيح. كثيرون سيقولون في ذلك اليوم، وهنا يقصد يوم الدينونة بقى، يوم الحساب، يقولون في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا. خد بالك من كلمة يا رب يا رب دي، لأنها معروفة وليها دراسة اسمها الله يتكلم مرتين، دراسة كنت عملتها زمان يعني، وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان، والإنسان يتكلم مرتين، يا رب يا رب يا رب يا رب. في مثل العذارة لما جم الجاهلات والباب كان اتقفل، خبطوا قالوا ايه؟ يا رب يا رب. هو مش اي حد يقولها، ربنا ربنا، هو مش اي حد يكرر بإلحاح بلجاجة يبقى صادق ويبقى عنده استقامة. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب أليس باسمك تنبأنا. الحتة اللي فاتت دي الثمر، الثمر، ناس بتقولوا له يا رب يعني بيعبدوا وهم ما بيعملوش إرادة الآب. هنا بقى شوفوا الأنبياء بقى الإيه اللي هم أعلنوا إن هم أصحاب مواهب بقى. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات وكثيرة؟ يقول لهم طب ما بلعام تنبأ بس هلك، ويهوذا أخرج شياطين بس بعني، وباسمك صنعنا قوات، ما ياما ناس عملوا معجزات بس راحوا فين؟
باسمك تنبأنا. يا رب انت، يا رب انت ناسينا ولا ايه؟ يقول لهم ما انا قلتكم لا تفرحوا بهذا، ان الشياطين تسمع لكم. ما نفرح بايه يا رب؟ افرحوا بان اسماءكم مكتوبه في السماوات. انا كل ده ممكن يتعمل اما لاجل رهبه الاسم او لاجل ايمان الناس، لكن ممكن يكون انتم تحملون قلوبا ليست صالحه. احملوا معروف مواهب مرعبه تخوف تخوف تخوف. هيقولوا له باسمك وايه كمان؟ كثيرون. صعبه دي، صعبه دي. يعني هو قصادك يا رب الف، كم في الالف يقولوا كده؟ كثيرون. احسبها انت بقى، اكتر من 500 يبقوا كثيرون، صح؟ 50-50 كده بينا كثير. يا رب ارحمنا يا رب. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، يا رب باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط. مش لا اعرفكم، لم. بيجيبها من التاريخ، من ساعة ما بقيتوا تعملوا انا ما عرفتوش. انتم ما حضرتونيش في اللي بتعملوه، ما حضرتونيش في اللي بتعملوه، ما دخلتونيش في الموضوع، ما اشتغلتوش بدماغي، ما اشتغلتوش بكلماتي، ما اشتغلتوش بافكاري، ما خدتوش الطريقة بتاعتي. كنت بعاد عن التقوى اللي انا عايزها وبطلبها اساسا. ايه المعجزات وايه تنبأتم وايه وايه وايه؟ طبعا الكلام ده كلام يخوف، كلام مرعب. اصرح لهم اني لم اعرفكم قط. لم يقول لك اداة جزم، عشان كده الفعل اللي يجي بعدها تقول وتسكت، تحط سكون. لم جازمة، ما فيهاش. يعني عايز اقول لك ايه، شوف كلمة جازمة دي كبيرة، يعني واخد بالك؟ يعني معناها بتسد بق واحد. لم جازمة، لم اعرفكم. وايه كمان؟ قط. خالص يا رب، تعرفناش خالص من ساعة ما بدأنا، ما بقينا مسيحيين وبدأنا نمارس المواهب ونعلم، ما تعرفناش. ده احنا عملنا عملتوا بس انتوا وحشين. لم اعرفكم بقى، اذهبوا عني يا فاعلي الاثم. ليه يا رب؟ اصل الكنز اللي جوه ايه؟ مش صالح. انتم فاعلي اثم، انتم اشرار، انتم حياتكم ما بتعلنش ارادتي صح، ما بتتغيروش، محتفظين بشركم، بفسادكم، بخطاياكم، بعاداتكم الرديئة، بنجاسات قلوبكم، بانحرافاتكم، سواء الفكرية أو العقيدية أو السلوكية أو الأخلاقية أو 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 أو، أنتوا عايشين في فساد. وقف تعلم شعبي، عايش في فساد وقف تخدم يا قشيش، عايش في فساد وبتخدم يا شماس وبتصارع على المذبح، عايش في فساد وبتشتهي تاخد رتبة شماسية، وابوك وامك بيعيطوا لما ابونا يقولك استنى شوية. ايه ده؟ ما كل المواهب دي ترعب لو انت حياتك ما ايه؟ ما بتسندهاش بالتقوى. عشان كده احبائي نخاف جدا من طلب المواهب، نخاف صراحة من طلب المواهب. احد الاباء قال احتمال الموهبة أصعب من احتمال المذمة. احتمال الموهبة أصعب من احتمال المذمة. ليه؟ دي موهبة، دي هتفرفشني. لا، حاسب حاسب، لحسن ما يكونش معاها حياة تقوية تسندها قوم تضيع. يا رب ما نكونش واحد فينا واحد من دول اللي هتقول لهم في يوم يا رب الدينونة، انا ايه؟ انا ما عرفتكوش، انا ما عرفتكوش. انتوا مين؟ احنا مين يا رب؟ ده احنا عملنا. يا حبيبي انا ما عرفتش،
صعب قوي الواحد لما يتخيلها يرتعد. دعوة أحبائي للتوبة. كنا معلمين، كنا خدام، كنا كهنة، كنا رعاة، كنا زي ما نكون. كل من يتكلم بكلام الله ويرشد لابد أن لا يتجاوز قول الرب، لا يتجاوز قول الرب. هكذا نصنع أثمارا جيدة. كنا ثمارا فلنتعلم أن نفعل إرادة الله، عشان لما نقول له يا رب يا رب نقولها بصدق، نقولها بقلب، نقولها بعمق، نقولها بالحق. ولما ربنا يدي واحد فينا مواهب، سواء كنا بقى معلمين أو خدام أو رعاة أو كهنة أو رواد أو قواد أو كنا حتى من الثمار، يعني من الرعية، ما هو برضو ساعات ربنا يدي مواهب للرعية، ها؟ كنا كذا أو كنا كذا، نفعلها بإيه؟ نفعلها بمعرفة حقيقية لربنا، بحيث تبقى الموهبة ليست هدفا في ذاتها، إنما هي وسيلة لتمجيد اسم الله. والإنسان لا يطلب الموهبة ولا يفرح بالموهبة، ويحيا في الاتضاع الحقيقي. الاتضاع الحقيقي مش تقول أنا خطي ما استاهلش وانت نفسك من جواك يقعدوك فوق البرج، لا، خطي ما استاهلش تبقى خطي ما تستاهلش، حسها بجد. أنبا أنطونيوس لما قال للشياطين أنا أضعف من أن أقاتل أصغركم، كان يعنيها تماما، وكان يعرف أنه أضعف من أن يقاتل أصغرهم لو وقف بمفرده أمامهم. عشان كده كان يتدور ويصلي لربنا لما يمدحوه يقول له إيه؟ يقول له رب نجيني من هؤلاء الذين يظنون أني شيء، لأن غلبان قوي. فيلاقي الشياطين ما تحتملش اتضاعه الحقيقي، امضوا واخذوا خلاص. شوف علاقته بربنا، يرعبوه، يقول لهم ما تتعبوش نفسكم، لو كان الله أعطاكم سلطان علي لكان واحد منكم يكفيني. شوفوا الحلاوة، شوفوا الثقة، شوفوا الكنز الحلو. أنا ترعبوني، عشرتي مع ربنا كافية، لو كان اداكوا سلطان علي من أنا حتى أقاوم الله؟ خدوا راحتكم. كانوش يحتملوا هذا الاتضاع وهذه العشرة اللي موجودة بينه وبين ربنا. خليك كده حبيبي، خليك كده. لما تقول له يا رب يا رب تقولها صح، تقولها بعمق، تقولها بقلب، تقولها بصدق، تقولها باستقامة، تقولها بتوبة، وعشرة حقيقية وعلاقة حية بربنا. ربنا يبارك حياتكم، يديكم نعمة. معلش النهاردة العظة تقيلة شوية، لكن هو ده تعليم المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.